شاركونا في فعاليات الصيف مع فرقة الإبداع والإمتاع والنجم أحمد الصبار وقناة أطفال ومواهب في مركز الصالح الترفيهي بجازان ابتداء من الأربعاء 26 رجب إلى الخميس الموافق 4 شعبان. وسوف يكون يوم الخميس 4 شعبان حفل ختام أحلى مذيع ومذيعة، وهناك تكريم يومي للناجحين والناجحات وهدايا متنوعة، والدخول مجانا طيلة أيام المهرجان. وكذب من قال أن للإبداع حدود. تفتح له آفاق ترفيه وتوجيه مناسب من روح الأخلاق، للطفل الصغير يتخاطب تفتح له آفاق ترفيه وتوجيه مناسب.